وينضم معنا من اسطنبول عز الدين ابراهيم الكاتب والصحفي الفلسطيني. اهلا ومرحبا بك استاذ عز الدين. بدايه، ماذا يعني قانون القوميه او قوميه الدوله اليهوديه والرسائل التي يراد ان يوصلها الكنيست من تشريعه بهذا التوقيت؟ يعني على ارض الواقع هي ممارسه يعني صهيونيه جديده لسلب الارض وسلب الحق وطمس الحقائق الفلسطينيه الواضحه، وهي نتيجة طبيعية للرعاية الأمريكية لهذه العصابات، عصابات الاحتلال. الاحتلال يريد إيصال رسالة للعالم أجمع، وليس للفلسطينيين أو العرب والمسلمين، للعالم أجمع بأننا نتمتع بمظلة حماية أمريكية تخولنا أن نقوم بما نريد. الاحتلال من خلال هذا القانون ينسف كل الحق الفلسطيني وكل الحق العربي وكل الحق الإسلامي، بل كل الحق الإنساني في أرض فلسطين، وهو أيضا ينسف حتى يعني الترتيبات التي تسوق ضمن ما يمكن تسميته بصفقة القرن أو الأفكار الأمريكية لعملية التسوية الجديدة. فبالتالي نحن نتحدث عن تصعيد في العنجهية الإسرائيلية وتصعيد في مصادرة الحق والتاريخ الفلسطيني، وبالتالي هذا أمر متوقع من حكومة الاحتلال التي تتعامل مع الأمور بعقلية العصابات وعقلية المافيا التي لا تراعي أي يعني حقوق أو أي مواثيق دولية. طيب، أمام هذا القانون الذي وصفه الجميع أنه شرعنا لتطهير عرقي وتطهير طائفي، ما الذي بقى من مزاعم أن الاحتلال ينتهج الديمقراطية في سياساته؟ سيد الكريم، نحن لا نريد يعني من يثبت لنا أن الاحتلال يتمتع بشيء من الديمقراطية أو بشيء من النزاهة. هذا احتلال، هذا احتلال اغتصب الأرض منذ عقود. فبالتالي نحن لا نحتاج لأن نبرر الاحتلال أو لأن نثبت أن الاحتلال ربما يتمتع بشيء من الديمقراطية. صحيح أن هذا القانون مرر عبر مؤسسة يعني يزعم أنها ديمقراطية هي الكنيست الإسرائيلي، لكن يعني هذا الأمر يدلل على أن الكيان الإسرائيلي والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عقود تقودها يعني أفكار يمينية متطرفة ترفض حتى يعني اقل الحق الفلسطيني، ترفض عمليه التسويه، ترفض كل ما تم التنازل عنه من خلال. طيب، ماذا عن تفريغ خان الاحمر؟ الا تعتقد ان هذه العمليات تصب في مصلحه الكيان الصهيوني وفي مصلحه صفقه القرن لتصبح امرا واقعا؟ يعني موضوع خان الاحمر هو ربما موضوع ياتي ضمن هذا ما تكلمت عنه، يعني الخان الأحمر وما يعني تتعرض له التجمعات البدوية في الأراضي المحتلة هو ممارسة عملية لهذا القانون. وكما أسلفت لك سيد الكريم، نحن لم نكن بحاجة لأن يمرر الاحتلال هذا القانون ليثبت أو ليقول لنا بأنه يطمس الحقائق وأنه يصادر الحقوق. الخان الأحمر هي ممارسة على أرض الواقع من خلال استهداف أكثر من 17 تجمعا فلسطينيا، من خلال تشريد مئات وعشرات العائلات الفلسطينية. وبالتالي ما يتعرض له الخان الأحمر هو يعني ترجمة عملية لسياسات الاحتلال المستمرة. طيب، لنكن واقعيين أستاذ عز الدين، ما قيمة الرفض الفلسطيني لهذا القانون وماذا يمتلك من أوراق ليضغط ويوقف هذا القانون؟ يعني سياسيا ربما لا يمتلك الفلسطينيين شيئا في ظل الموازين المختلة دوليا، في ظل إدارة أمريكية توفر الحماية والمظلة لهذا الكيان، في ظل مجتمع دولي او ربما منظمه الامم المتحده عاجز حتى عن ادانه او عن اصدار حتى قرار او مشروع قرار ادانه لممارسات هذا الاحتلال. فبالتالي لا نستطيع ان نقول ان الفلسطينيين سياسيا قادرون على شيء، بل العرب والمسلمين ليسوا قادرين على شيء. ما يمكن المراهنه عليه في الفتره القادمه هو صمود الشعب الفلسطيني وتصعيد المقاومه الفلسطينيه في بكافه اشكالها وبكافه صعدها، وراينا كيف ان يعني مئات من الشبان من خلال طائرات ورقية يعني صدعوا رأس الاحتلال وأجبروه على يعني طرح موضوع الحصار المفروض على غزة. قبول حركة حماس بالورقة المصرية للمصالحة، ما الذي سيترتب عليها نتيجة هذا القبول وما الذي سيتحقق للفلسطينيين؟ يعني يترتب عليه أن نسمع من حركة فتح يعني موقفها. القاهرة والسلطات المصرية كانت واضحة في ذلك عندما طرحت هذه الورقة وافقت عليها حركة حماس. الذي نتوقع على الاقل في الفتره الماضيه ان نسمع موقفا حقيقيا من حلف تجاه هذه الورقه تجاه هذه المضامين. وبالتالي في حال يعني امتلكت القياده الفلسطينيه
عقل الرشد في تصرفاتها، ربما يعني على الأقل أن يعني يتوفر للفلسطينيين قيادة واحدة، قيادة موحدة تستطيع مواجهة هذه المخططات وهذه السياسات الاحتلال. الكاتب والصحفي الفلسطيني الأستاذ عز الدين إبراهيم كنت معنا، شكرا جزيلا لك.